عودتي كان بداية تشكيل الجبهة الديمقراطية، عرفت؟ ويمكن أول تنظيم للجبهة الديمقراطية نشأ في منطقة الشمال مباشرة، عرفت؟ في منطقة الشمال بنقول في مخيم نهر البارد مثلا، بمخيم نهر البارد اللي هو المخيم اللي انت منه، المخيم اللي أنا فيه من البداية يعني، لأنه عمليا الوحيد اللي كان قلت لك في إطار الجبهة الشعبية إحنا اثنين كنا، عرفت؟ وبتعرف الفدائي بمعنى عند قاعدة التنظيم مقدس كمان بحترموه، ولذلك كان وجودي مهم جدا، عرفت؟ لتشكيل نواة للجبهة الديمقراطية في حينها، وشكلنا مكاتبنا في حينها بال 69. ليك يعني البداية كانت بتعرف كانت جدا مهمة. الأرض، أرض المخيم كانت خصبة جدا للانتماء والالتزام بالتنظيم. شعبنا لا تصدق بهذاك الوقت ما في شيء اسمه حدا متفرغ يتقاضى أجرا، ولا حتى ثمن دخانه، عرفت؟ كان كله تطوع. حتى الموقع العسكري اللي كان لك تموينه يوميا من الجماهير. يعني خذ مثلا كان عندك الأفران اللي بالمخيم، كل عائلة كان ما في يعني ما في خبز خالص يشتري الناس، كانوا يخبزوا على الفرن. يعني العيلة بتخبز بالبيت بتعجن وبتأخذ العجين على الفرن، فكل عائلة طوعا تيم 4 5 6 ركة تحطهم على جنب، وبالآخر هني يبعثوا للفدائيين تعوا يا عم خدوا حصتكم للمكاتب والمواقع، تعوا خدوا خبزكم. وهذا تموين كانت الناس من المحلات التجارية، تلاقي يبعثوا علب سردين، طون، رز، سكر، اللي بدك اياه. يعني كانت تمويل الناس مش بحاجة لتكلفة التنظيم مليم واحد.